ان شاء الله. استاذ فؤاد، بما انه عندكم خارطه برامجيه ومختاره بعنايه وانتم عارفين انكم بتعملوا في شنو عايزين تقدموا للمشاهد الجديد، قد يتساءل المشاهد وين الدور الاطفال والشباب الشريحه دي تحديدا من ضمن برمجه الشروق؟ حقيقة هي الشريحة دي طبعاً أنت أصلاً في أي تخطيط برامجي بالضرورة أنك تستصحب معاك كل صحيح. الشرائح. وقبل احنا تكلمنا عن إدارة التنوع فبالتالي مستصحبين معنا الفكرة دي، بننتج في برنامج خاص بالأطفال الآن. جميل. اللي هو فيه تطوير لتجربة الحكواتي اللي هي ظهرت في قطار الزهور. كويس. نعم. وبنذكر الناس أو الأطفال بالتحديد بذاكرتنا البصرية الأستثناء لهم اللي هي ذاكرة مختلفة من شكل البرامج بتاعت الأطفال اللي قدمت في التجربة صحيح. المرئية السودانية. فبالتالي في تخطيط للبرنامج والآن هو في مراحل إنتاجه بشكل مختلف. الشباب نحن ما خصصنا لهم حتى الآن برنامج محدد، لكن بنفتكر إنه قضايا الشباب هي قضايا حاضرة يعني حاضرة في كل البرامج الموجودة عندنا، وتحديدا في صباح الشروق عندهم حضورهم اللي حيكون ثابت وراتب يوميا باعتبار انه قضاياهم هي الان قضايا مهمة. ومش كده وبس، لانه اصلا عشان تبني وتخلق حركة بتاع التغيير في الواقع السوداني ده اللي هو بيحلموا به كل جمعة الشعب السوداني، الركيزة الأساسية في قيادة هذا التغيير هم هذا الجيل من الشباب. صحيح. فبالتالي هم أصحاب القدح المعلى الآن، حتكون في البرامج في قوالب المختلفة. طيب.